صباحكم عسل. من ضمن الاشياء اللي صادفتني هون لما جيت على البوسنه امبارح، رحنا على بحيره باحد المناطق هون في البوسنه. هاي الحديقه جدا كثير كبيره، فيها بحيرات وفيها انهار وفيها خيول ملاهي اطفال مطاعم، فيها كل شيء، يعني مساحتها كثير كبيره. فالمهم والله بعد ما اكلنا وشربنا ورحنا طلعنا بالخيول ورحنا راجعين، قلت له لصاحبي خلينا نصلي العصر ترى ما عاد نلحق. المهم والله دخلنا على الحمامات تبع المطعم، ولا الحمامات الله يعزكم قديرة. قضينا حاجة، قلت له صاحبي خلنا يعني نتوضى برا، في حنفيات لتشرب الماء البارد يعني مجانا. فأنا بحكي معه، ولا لحقتنا امرأة كويتية، قال لو سمحت أنت بتحكي عربي؟ قال تفضلي خير أختي. قال دخلي على الله وعليك، وقع بمشكلة وبدنا مساعدة. والمهم معه مسكينة 5 بنات صغار وصبي. قالت لي زوجي مع السائق دلونا عليه على اساس انه هو شخص بوسني طلع رجل صربي، راح بياخذ مننا 150 يورو اجور باليوم، وغير انه قعدنا بفندق غصب عنا او بفيلا غصب عنا ما عم نحسن نطلع منها، وعم بيهددنا وما ادري ايش، وماسك علينا الباسبورات. العمل عمل عمل ايه؟ قالت لي دخلي على الله وعليك تعطيني رقمه. قلت لها ابشر بالعز، هذا رقمي والله من رعبة المخلوق اقسم بالله وربي شاهد. قالت لي بدي رقم ثاني. قلت لها انا عندي جوال انه فيهم 4 ارقام، خذي هذا الرقم الثاني ابشري. فالمهم والله قلت لها نحن رح نصلي العصر هون، وشو بدك احنا موجودين هون وهي ارقامي صارت عندك. والله صلينا العصر واحنا راجعين، ولا شفناها من بعيد هي وزوجها ومعهم يعني شخص ضخم. فمر السلام عليكم، اما هذاك ضخم. قال لي مين انت؟ قلت له خير، عملت له هيك بهالطريقه هاي. فالرجل يعني ها انلبس عليه الامر. والله المهم اخذنا الرجال على طرف، قال خيو انا بحكي معكم بعد شوي يعني، لاني مرعوبين ولك ايش مسوي لهم الزلمه وايش عاملهم ما بعرف. المهم والله بعد ما قطعنا شغل الساعه بالطريق خبرني، قال لي يا زلمه شو هذا اللي عوزنا؟ قال لي بقول له اختي معها سرطان بدنا نرجع الكويت. بقول له لا الله يشفيها، شو نعملها؟ بقول له انت حاجز 21 يوم هون ما بتصير تطلع قبل ما تدفع ال 21 يوم. وعم ياخذ منهم باليوم الواحد 150 يورو، وعم ياخذ منهم يعني سواقه او سياره 150 يورو، يعني 300 يورو باليوم. العمل شيء مرعب. قلت له دافع له؟ قال لي ما ادري دافع له غير 5 ايام. قلت له ما في مشكله ابشر بالعز. قلت له عمي بدك؟ والله اعطيني تليفوني اطلع ادعس لك في بطنه الان. قلت له انا وصاحبي معنا. اللي بدك يا اخي، بدك اجيب لك شرطه؟ بجيب لك شرطه، شو بدك؟ احنا جاهز. والله الرجل من فرحته قال لي والله فرحتي مثل ما بقول فزعتكم ما بتشابهها يعني فرحه. المهم والله لما قال لي الصبح، قال لي والله يا شيخ بدي اطلع من الفندق. قال لي دحمني. قال له ما في، انت عندك يوم 150 يورو باليوم، فندق 150 لالي هي 21 يوم كلها بدك تدفع لنا اياها. قلت له ابعث لي عنوانك فورا، وانا ابشر بالعز والله اللي يجري عليك يجري علي. قلت له احنا جايينك انا واصحابي وكل احوال، وحتى راح ابعث لك الحين سائق. المهم الرجل بعث لي موقعه. شيء بشيء يذكر تعرفت على واحد ليبي، رجل انه هيك شاركوكم الخير فاضل. قلت له كيف حالك؟ قال لي والله انا طبيب هون. شو بتشتغل؟ قال لي والله عندي مكرمة طالع على وفود سياحيه زياده دخل يعني، ومزوج بحد من بوسنية من هون، اموري طيبه الحمد لله معها وعندي اولاد منها. المهم لو خبرت الاخ البوسني الليبي انيس انه هيك 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 القصه. قال لي خليك محلك لا تتحرك، واعطيني رقم الرجل وعنوانه. الرجل طار صاروخ لعنده، راح لعنده علق هو وهذاك الصربي وقامت الدنيا وجاب له الشرطه. المهم الحمد لله رب العالمين حل المشكله بيناتهم، ومثل ما بقول انتهت. والرجل حكى معي مكالمه انا راح احطها الان، بالله بس اسمعوا يعني والله فرحتي في مكالمته تسوى الدنيا. والله كل فرحتي في هالجايه والسعاده اللي شفتها، مو بالسعاده اللي سمعت دعاء هذا الرجل. راح اسمعكم دعائه. الله يخلي لك عيالك يا حبيبي، والله كفيت ووفيت، والله انا كفيت ووفيت. انت تعرف راعي البيت يقول لي نعم. يا حبيبي لا تدخل وسيط، قال هذا بس الله كريم تجي بعياله ان شاء الله. ان شاء الله تجي انا وياك ان شاء الله بالدنيا وبالجنه ان شاء الله. الله يكرمك والله، الله يبارك فيك، لنا شرف فيك اخوي ابو عبد الله. من عندي انا تحت امرك والله. والله ما بدنا الا سلامتك اخوي عبد الله، ابو عبد الله، نحن هذا انت فتحت لنا باب خير، انه نحن مثل ما بقول ناصرنا اخ مسلم في الغربه والله. الله يجزاه خير، الله يخلي لك عيالك يا رب ان شاء الله، هذا العشم منكم والله يا ابو ابراهيم، الله يحفظك ان شاء الله. الله يكرمك، حياك حياك اخوي ابو عبد الله. حياك الله.
حبيبي، ونشوفك قبل لا تسافر ان شاء الله عشان نسلم عليك الحال. الله باذن الله. انا بكره مسافر ان شاء الله، اليوم اذا صار ان شاء الله نتواصل مع بعض ونتلاقى ان شاء الله. اليوم اذا انت لك مره تعال، احنا هني ادزك اللوكيشن، دزيت اللوكيشن، دزيت لك اياه. لسا موجودين يعني؟ راح تبقوا اليوم بهذا نفس اللوكيشن؟ اليوم باقين، فاذا تمر علينا تعال. حياك الله النبي، خلينا نشوفك قبل لا تسافر ان شاء الله. امرك اخوي ابو عبد الله، امرك ان شاء الله باذن الله. يا حبيبي يا تاج راسي يا حبيبي، الله يحفظك ان شاء الله. الله يكرمك يا سيدي، الله يسلمك. حفظ الله، استودعك الله يا حبيبي، الله يحفظك. الله السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. سمعتوا يمكن المكالمة بيني وبين الرجل، في ثلاث نقاط أنا راح أركز عليها. أول شيء سبحان الله، المرأة هي محامية، فصح لها شغل إنه تدرس قرآن في 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 أحد المدارس في الكويت، والرجل هو مؤذن. شوفوا سبحان الله، قلت له ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في يعني، لما يكون رب شخص مع رب العالمين ما يكون هم، لو راح على الصين بطلع الله بيسخر له ناس. وهذا الأمر الثاني، هو الرجل شو فرحان، قال لي أنا نخوتكم بموت وما بنساها، وطبعا عزمنا على الكويت، والرجل حلنا حتى اليوم يمكن إن شاء الله نروح نزوره. الأمر الثالث يا أخي، لما بيجيك مين كان عبين عبين خيك أنت خيله، والله لما أنت توقع في لا سمح الله واحد معه خمسة أولاد ومعه مرته واقع بهيك يعني أمر، لما ما أنت خيله والله للرجل تحس في قلبه حتى يموت. ما راح نطير عليكم اخواني، انتبهوا، هذا الرجل طلع صر به هذا السائق، الله لا يبارك فيه، وطلع الرجل يعني نصاب حرامي، احذروا ولا تاخذوا بشهاده. هذا الرجل دلوه بالكويت، واحد من الكويت قال له خذ، هذا الرجل ممتاز وبوسني، طلع لا بوسني ولا شيء، وطلع نصاب حرامي، رب العالمين خلصوا. فانتوا حتى بالسفر احذروا وكونوا يقظين. ما راح نطير عليكم، اخوكم خالد الشيخ صالح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.